في الامريكان في كرة قدم. الفريق يتكون من فريق يتكون من إناث درجة ثانية احترافية، وكتكون من الرجال، يعني من الرجال عصبة. وهاد السنة حققنا إن شاء الله حققنا الصعود للقسم الهواد الثاني إن شاء الله للموسم هذا. الفريق أنا إحنا المكتب الموسيقي في هذه الآونة شدينا الفريق هذه واحد دوزون لاني درنيير كنا درنا المانتيان كما درنا المانتيان ابري هاد السنه هذا كنا درنا يعني درنا خطتنا باش نصعدوا الصعود للفئه ديال الرجال والفئه ديال النساء كنا خطتنا الصعود و زعما الصراحه جبنا البنات في المستوى سواء ليزافريكان جبنا ليزافريكان تري تري بيان مزيانين في المستوى العالي انترناسيونال ديال مالي وديال الكونغو وديال الكابون ثلاثة ديال الافريكان في المستوى العالي وجبنا البنات ديال المغرب يعني اللاعبة ديال المغرب في المستوى الجيد. اما بالنسبة للرجال احنا الرجال ما قمناش بشي تغييرات كبيرة والا احنا شنو الهدف ديالنا حققنا انه اللعابة كاع ديال بركان ديال لا ريجون ديال بركان جمعناهم حققنا باش نجمعهم كاملين هذا هو لا فورس اللي كانت عندنا هذه السنة هذه اللعابة ما خليناهمش يمشيو مثلا الفروق ديال قسم الهوات المجاورة ديالنا حققنا باش يعني استطعنا باش نجيبهم عندنا وزنا واحد ثلاثة ديال اللعابة موجودة مزيانين وزنا واحد ثلاثة ديال اللعابة ديال الرغبة في كازا والحمد لله ربي جاب كثير وحققنا الصعود هذه السنة هذه شحال عندكم من الافريقيه كاين لعيبات الافارقه شحال عندكم؟ لعيبات الافارقه عندنا اربعه ديال لعيبات الافارقه كونغو مالي وكابون وكوت ديفوار يعني عندنا ثلاثه في المستوى العالي يعني دي زانترناسيونو وعندنا واحده مزيانه تري تري بيان مزيانه يعني لان عندنا الحق القانون انه كيقول لنا بان ما عندكم اربعه ديال اللعيبات اللي خصهم يكونوا عندكم لكن خص غير ثلاثه اللي يلعبوا في المقابله يعني ما تكون شي وحده مريضه عندنا ديما وحده اللي تكون مزيانه اللي تكون كتروبلاسي